بحيرة أخرى نضيفها على قائمة البحيرات المتجمدة في أرمينيا، على الجانب بحيرة سكانداريان في مقاطعة سيونيك. هذه إحدى عشرات البحيرات الموجودة في أرمينيا. سبب كثرة البحيرات كثرة الأنهار. كثرة الأنهار في أرمينيا لكي لا تذهب المياه سدى، فيعملوا بحيرات بين الجبال مثل أنبار مر، ويستخدم بعد ذلك في إرواء الأراضي الزراعية.